انا عامله ابونمون كونفور جيني كار، ما فيهاش كراسي، مش ما فيهاش كراسي كجونر نتاع لي زي ثلاثه ولا حاجه، لا هي كرسي موجود اما هو منحي فيها وخارجة يمكن عندها 10 سنين ولا ثانيه سنين ما خدمتش يجيبوها لنا الغبره وكل فمش ريدوات حاله ما نحكي لك اون ديري لك كان جيت انا خديت ركبت على بيم خير مش نمشي نخدم فريمون الساعه اللي تعديها في الكار تعديها عذاب قول ما نعرفش انا باكو رايب في وسط الكار خضان وكذا وكيرانا لا يزي جهويه بنابل ولا يزي يجيو كيران حالتهم حليل المحل حاليا نتاع يحطوهم لنا في زاوية شركة الأم هما يقول لك مقلو ولا والباقية مش كيما ولدها كيما البيبات عندنا مثلا نقل بنابل اسكو انا ماشي لنابل ماشي لزاوية مانيش فيها نابل واحنا تبعية في كوي التبعية المفرطة هذي عارف انا نفسي فيه وين نورمالمون زغوين عندها شركة نقل وحدها ما فهمتش علاش. يا حبة لا ما كي تتوفر الأرضية تتوفر الإمكانيات كلها علاش لا. وده اللي أنا بتمنى هزت البلاد قصة مثل الكذبة والهدير تحول لدخان كبير ومدري شو صار انا مشكلة بتاعنا ليه الزيادات ليه تحسين الوضعية ليه تغيير ده حشد حشد ماتريال حشد ماتريال مش يخدم المنطقة هذه اعطيني الزغوانش عندهم ديجا تطوير الماتريال باهي ضرينا احنا بك مع السابع ضرينا برشا الماتريال تجي كيران معناتها في سنة نبقاو قاعدين ستة سبعة شهور نتاع بعض تمشي فما كيفاش ان شاء الله توا هكا في المستقبل ان شاء الله وعدينا كيران جديدة ان شاء الله تحسن الامور احنا راهو يجي يكلمك تحسن ظروف العمل راهو قبل كل شيء ساعة يفرقوا للمسؤولين تاع الإدارة وشوف والخلاص كلها تفرح رجعين يا هوى رجعين يا زهرة المساكين رجعين يا هوى